بعد المقابلة الطويلة أحسست براحة كبيرة، وشعرت أن عبئاً ثقيلاً قد أزيح عن كتفي. في الحقيقة كنت مثال العصفور، وكنت فرحة جداً أن الأمر قد انتهى. كنت أحاول ألا أفكر كثيراً بشأن القرار، لأنني لم أكن أرغب في أن يؤثر ذلك على حياتي وروتيني اليومي. وعليه حاولت أن أركز خاصة على العمل والأصدقاء وقضاء وقت مع عائلتي وهكذا. حاولت أن أشغل نفسي لأن ذلك يساعدني كي أبقى هادئة بعد المقابلة الطويلة. كنا خاصة ننتظر القرار. أظن أننا تلقيناه بعد 20 يوماً. يعتبر هذا قراراً سريعاً. هنالك أناس انتظروا طويلاً وآخرون انتظروا أقل مني. أعرف أن بعض الأشخاص تم قبولهم في ظرف أسبوع، كما أن أناساً آخرون انتظروا 3 أو 4 أشهر أو ربما أكثر. في البداية جاءتنا رسالة مسجلة، واتصل بي المحامي أيضاً ليؤكد لي النتيجة.